هذا سائل يقول: الشفاعة في جريمة القتل عند أولياء الدم هل هي جائزة؟ طلب العفو منهم عن القصاص هذا شفاعة حسنة. طيب هذا نعم. أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: من ضل في باب الشفاعة، لأن هذا حق مخلوق، القصاص حق مخلوق، وكونك تشفع عند المخلوق في ترك حقه هذا شيء طيب. أما حدود الله التي هي لله ما هي للمخلوقين، لله، فلا تجوز الشفاعة فيها. نعم.